النظارة ونظرات مع سلبيجي قايدة السبسي زعيم حزب نداء تونس اللي والحق يقال وين يمشي يلقى جماعة تستنى فيه ويحبوا يعطيوها تريحة، واخرها كانت خلال الاجتماع اللي نظمه في جزيرة جربة. والله في حاذو الطفل الغنوش يعطي صح، مازال عنده قرجومه في حاذو خشينه، وحتى الغناء اللي كتبها ولحنها به هو، حتى فكرة توك توك به ذكرتنا بحكايه نمر كان سايب السياسه ومشى دورها غناء خير، والله مالا توك توك في حاذو ذايا. وتوك توك 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 ما بناها كوعي وبوعي جو قدها، مشيت الجربة ولحمتها، ركبت في التوك توك باش نفلتها، عندي خبير يفرحها وللرئاسة مترشحها، الباجي هو اللي قدها طيح لحكومة ونشدها. والله هذا يعطيه صح ياسر خشينا حكاية التوك توك هذه، تعمل كيف؟ والله كان تذكرني في شبابي وخاصة في حبي الأول والأخير عليه الله يرحمه، كان تعدالي قبل السكرة بحر الدار وتعمل لك تزميتين بيب بيب ونطول لها من الشباك كلها تحت الشباك حاجي لك يا حبيبتي حسرة. شكرا لك.